لك يا ودي كابور. هو يعني ايه كابور؟ كابور؟ كابور هذه كلمة خطيرة. طب اسرح. خطير كتير. طب اسرح يا اخي. اقلع البتاع اللي انت لابستها دي. اقلع. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بيعملوا ده؟ بيعملوا ايه؟ ده اللي بيعملوا الناس يا اختي. في هبلة ولا ايه؟ قشطة يا ودي كابور. قشطة. ما عندكوش منها في الهند؟ عندنا منها كتير. توها كتير. ما عندكوش منها خالص خالص. خرب يا وسطى. يا لهوي. صوتي صوتك اتفرجي بس. يا البت لونة. يا بنت ما تبصيش يا بنت. يا بنت اتفرجي. يا لهوي. يا بنت المدينة. يا خرابي. مالك يا راجل فيصت بسرعة كده ليه؟ انا تعبان ماما. انا تعبان. انت ان متعب. اني متعب. تعال هنا. رايح فين؟ ايه ماما ايه؟ انا لازم نام. انا تعبان ماما تعبان. انت خلص شغل مطبخ وبعدين روح نام. لا انت خش نام وبعد ما اصحى يبقى خش خلص شغل مطبخ وانا امشي. تمام ماما. اللي تشوفه اللي تشوفه ماما. باي باي ماما. باي باي يا خابور. باي باي يا ماما. رجالة ايه دي يا اختي؟ ها العشاء. طب تحب احضر لك العشاء يعني بعد ما اخش استحمى ولا قبل ما استحمى؟ اصل الجو النهارده كان حر قوي ملهلب، وبعدين انا قلت يعني اخش الاول استحمى وبعدين احضر لك العشاء اذا تحب. لا خليها بعد 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 الحمام يعني. ايه ايه بعد الحمام. طب ما قلتليش تحب تاكل ايه؟ اي شيء من يدك زي العسل. خلاص خليها علي. انا بقى هحضر لك العشاء اللي على مزاجي. وانا نفسي اتعشى على مزاجك. ماشي يا سيكوي. الجمال هذا كله والدلع هذا كله والدلال. لا 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 توحى توحى. ابغى اقول لك شيء توحى توحى. تراني هايم بهالعيون والهان. توحى تكفين حني على قلبي الهيمان. يا عمري على الوقفه يا قلبي. ايوه قلبي عليك التاع. والنبي ده انت نمرة. تعال ما اقول لك. تعالى يا ويلي ويلا. خش يا بنت. بيقول لك ابوكي ما تطلعيش في الايالة. كل الشباب لما شافوكي طلعوا وراكي خيالة. صوتك حلو ماما. دور ايه منيل؟ ما انتش خايف حد من جوه يشوفنا؟ حد ولا جواد؟ وحشني توها. وحشني عشيكي. ليه توها ما تيجي غرفتي؟ ليه ما تلعبي معي كشتينة؟ بطلت يا اخويا العب كشتينة. وين اصل الكشتينة دي بقى بتجيلي بالمزاج. لما بيجيلي مزاجي العبها، ما يجيليش ما العبهاش. انت يا حيوان اللي اسمك كابور. ايه يا سيدي؟ تدري لو اشوفك هنا مرة ثانية وش راح اسوي فيك؟ راح اصف وجهك يا خايس. توحة هذا اخر انظار ليك. تشوفين شغلك مضبوط. طول فترة الدوام ما في شيء الا عملك. اتفقنا؟ خلاص زهقت يا وزة. زهقت خلاص. تلاقيها بتعمل حاجة ولا مشغولة. هتسمع صوت وهتيجي دلوقتي. قولي لي بس. يعني تفتكري طيب هي فهمت الإشارة؟ أيوه أيوه. طب كنت نسيتها. بقول لك إيه بس؟ أنت عملت إيه مع الواد سيد؟ سيد؟ أيوه. عملت إيه معاه يعني؟ أيوه عملت إيه؟ ولا حاجة. خد مني بوسة. بوسة بس؟ أيوه النعمة بوسة.
انا ماليش في الحرام، كله على سنه الله ورسول. بنت يا شريف، لو النعمه شريف، بس انتي مش فاهمه. انا فاهمك يا بنتي يا هبله عبيطه. قول. الست بالنسبه للراجل زي صينيه البسبوسه بالقشطه، يتمنى كده يدوقها ولا ياكل منها حته ويفضل عينه طالعه عليها، واول ما يدوق منها حته يروح تروح لها ويبقى نفسه يدب ايده وياكل نصها، بس لو كان نصها يقرف ويبقى كده وصلها من بعيد ومش طايق ويبقى نفسه في حته ترشي. عشان كده يا بت الراجل لما بيبقى حابب واحده بيدلدل وراها ويجري ويسعى، لكن يا ويلك يا سواد ليلك لو شبع منك. اما انت ناصحه كده قوي يا اختي، طلقتي ليه؟ تلاقي طفحتي صينيه البسبوسه كلها. يخرب بيت عقلك، هو فعلا طفحها. البت طاحة جت اهي، كملت الخبره كلها وصلت. اقعدي انت يا شريف. مالك يا بت في ايه؟ جوزك ملوي كده ومش على بعضك، ايه اللي حصل؟ ايه اللي مزعلك؟ جواد عارف اللي بيني وبين كابور، عارف يعني انا بعمل معاه ايه؟ يا وجعتك السودا؟ عارف ازاي؟ هو شافك معاه؟ لا طبعا ما شافنيش، ده لو شافني كان زمانه قتلني. قلت لك ليه يا اختي؟ وانت يا اختي كنت على ذمته؟ انت هبله ولا ايه؟ المهم هتعملي ايه؟ بس بقى كفايكوا حديد بقى، خلاص انا مخنوقه مش طايقه نفسي. جلبت صعيد اهو، خلي بالك. طب بقول لك ايه؟ انا رايحه ازور الاوليه، رايحه لام هاشم، رايحه ادعي ان انا ما ارجعش البلد دي تاني. ما تيجي معايا؟ عشان الله قال البيه والنبي فكره حلوه. تعالي ناخد بركه الزياره. لا انا ماليش في الزيارات دي. يا بنتي تعالي، والله العظيم دخلتك على ام هاشم كده هتخلي صدرك ينشرح وهموم الدنيا كلها تروح عنك. تعالي نروح، تعالي نروح، دي زرايتها بتفك الكرب. مدد يا قال البيت مدد. يلا بينا. يلا يا بنت قوم قوم يلا. رديتي سائلة أبدا، خليني في حضرتك الطهرة على طول، وأنا نادرا عليا تجيلك كل شهر. فوت عمري ليك يا رب.